بخير وعلى خير وصحة جيدة. مهم اليوم غادي تشوفوني غادة خارجة، يلا البنات صبغت شعري، شوفوا خليته ساعة لاروب. ايوا مهم خرج لي اللوين، ما عرفتش تقولوا لي راه باقا مخلوعة. سعيد قال لي جاك زويون الشمس، سعيد قال لي جاك زوين. قلت لي فين في اللي زوين سعيد، في اللي زوين الزعر ولا الكحل؟ الكحل عجبو الكحل. ايوا انا يا ولفت الزعر ما ولفتش نخرج بالكحل، جاني في شكل. المهم حتى تقولوا لي كي جاني واش جاني زوين ولا لا. ها هما جوج ما قدونيش. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، تبارك الله شعري طوال، مع كنت ملويه في هاد الايام ما ردليتليش كاع البال في هاد رمضان. كاينه الويل وي تبارك الله حجبته. ايوا المهم ما علينا من هاد الهضره. اليوم غادي نفاجئني راجلي واحد المفاجاه زوينه، واخا صراحه بقى فيا مسكين. ايوا جاب ليا طوموبيل، قال لي باش نديك ما تمشيش معذبه في المركوب، وغادي يديني عند واحد الناس عزازين على قلبي. المهم مفاجاه على غفله البنات، انا ما كنتش معوله كاع على هذا الشيء. المهم بقاو معايا ما تخلوش عليا باللايكات ديالكم، وعتاني تجه الجوع نمشي يجيب لي شي حاجه ياكلها. عطيتو ياكل وباقي الدجاج ديالو وباقي كلشي الفلان، عطيتو العصير ما بغى ياكل حتى شي حاجه. قال يلا واحد راه يبيو بيمو، ودابا ملي خرجنا عاد قالك فيا الجوع. الطوموبيل الجديده دارت ليه الجوع ياك. ها كي جاني الشعر معتمد، ها كي جاني الشعر في اللي زوين الكحل ولا الزعر؟ ها ويلي نتوما مالكم مع الكحل؟ انا كاع معجبني راسي والله القاسم البنات، معجبنيش راسي بالكحل، جاني بحال انا ماشي انا. بقاو معانا ودوزوا معايا هاد النهير هذا، خرجتكم حتى انا قنطت رجا في الله البنات، وتعرضوا ما كاين فين نمشيو غير قنطت في الدار، جاتني القنطه. ايوا راجلي قال لي والو غادي فاجئني اليوم واحد المفاجاه زوينه، راكبه في واحد الطوموبيل جديده. ايوا اليوم حسيت براسي والله الا حسيت براسي، مع مي تزوجنا ما خرجنا ما والو، داك الخرجات غير في الطاكسي غير في سلا، ما كنسافروا ما حتى شي حاجه. ايوا اليوم قال لي والو يلا نخرجوا، قال لي مولا ربي، قال لي الا بقينا كنفكروا في الفلوس ما. ايوا قلت ليها ما تقولش ليا ما تفقصنيش. شكون بحال يا البنات كنقول لي ما تقولش ليا. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. المهم كرا طوموبيل قال لك من الاحسن اللي غنبقاو نشوف المراكب وهداك الشيء، حسبها حسابيا زاد عليها شي شويه، قال لكم نقلبوا على الراحه ديالنا، قال لك احسن ما نمشيو راكبين وتمارا وضيع الوقت والشمس والصيام. ايوا قلت لها ما تقولش ليا شحال باش ما تفقصنيش. ايوا هادشي اللي كاين. سعيد حتى هو اللي بغى يبان معايا يقول لكم عواشر مباركه. سعيد نقول للناس عواشر مباركة، نحدك في الطوموبيل الجديدة. واش مبروكة؟ سعيد راه جات معاك الطوموبيل اخويا، راه خاصك غير الفلوس. والله إلا. الفلوس. غادي الفلوس نوليو بخير. الله يجيب رزقك. آمين. أم معتمد. تقول هذا فيه السكر، نهار كامل فيه الجوع فيه الجوع. حتى تكون الماكلة في الدار ما كتلوش. أنا باغي ندير شعري زعروليك؟ انت اصلا زعر، انت شوف شوف هنا قرب شوف شعرك، شوف الشمس كي داير راه زعر. ولكن كنت باقي نديد عاوتاني. البنات راه مازال ما دايره لا مكياج لا والو، لو كنت دايره المكياج باقي لك انا يزيد يبان. ايوا هادشي اللي كاين. مازال البارح بالليل كحلت عينيا كانوا ضاريني ما شكيت عليكم، وبقات عين كحله وعين ما مكحلات، ولكن في الصباح حشمت نكحل في صافي. حنا صايمين بقاو صايمين. يلا حبابي هو ما كيفطرش المكياج، غير انا كتجيني من الاحسن ما نبقاش المكياج وهذا. ايوا هادشي اللي كاين، حتى المورا فطور وندير شي عكاكير غادي نزيد نبان. يلا حبابي بقاو معايا باش ما نكثرش عليكم الهضره.
وهنا حبيبي جينا لواحد الحديقة زوينة بزاف، هي جريدة وفيها مناظر زوينة، واحد المنتزه. المهم جينا ليها، قال لي راجلي باقي الحال ما نمشوش عند ماماك دابا، المهم البنت انا غادي نمشي عند ماما. بابا كان عيان ما طليتش عليه، ماما عاوتاني عيانة شوية ما شكيت عليكم. ايوا ما مشيتش عند رمضان كامل. ايوا مسكين فاجئني قال لك شوفي انا غنكري طوموبيل ويلاه تمشي تفوجي شويه منها، بدنا نخرجكم شويه. فقال لي دابا اش ديري، باقي الحال غادي تمشي، اجي بعدا نخرجوا معتمد وندوزو نساريكم شي شويه وعاد غنشدو الطريق وغادي نمشيو عند ماما. المهم هانتوما معايا واليوم الجو غزال. ايوا قلت نخرجكم حتى نتوما نساريكم شويه، ودابا البنات غادي نشمو شويه الهواء وعاد نشدو الطريق نمشيو عند ماما. المهم هانتوما معانا، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. واش كديري البنات؟ حنا جينا عند عزيزه لقيناها كتوجد الدار، تبناها على غفله. غادي ندور لكم الكاميرا. سلام بنات، حنا جينا عند ماما، فاجئناها كما فاجئني سعيد، حيت انا البارح البنات هضرت مع ماما قالت لي باباك مريض، مسكين كان مريض عينيه ضارينا، عاوتاني ماما كانت عيانه وقالت لي مي فطرات جات عندي ديك النهار قالت لي تهبطوا صافي بقات هكاك. ايوا ما كتبش راكو عارفين مع البعد وهذا. ايوا اليوم سعيد تفاجئني قال لي زيدي، قال لي كرا طوموبيل، قال زيدي غادي نمشيو عندهم نطلعوا عليهم نيت قبل ما يجي العيد. ايوا هادشي اللي كاين. هيا ماما ها هي. السلام عليكم، كي دايره لاباس عليكم؟ بخير هانيين. شتو انا جيت عند ماما اليوم نفطر معاكم، قالت قريبك راه كنجي عندها يوميا الفطور كنديرو بيك وبلا بيك. جينا نشربو الحريره ديالها، جينا نقلينا الحريره ديالها، ربي يخليك. يلا يا تنسالي انا غنصور ما تخافيش. جينا مزيان دابا شوف الوالده دارت لنا طواجن ديال الحوت، بابا ضروري كيبغي طاجين السردين. انا مهنيني سعيد مره مره. وهنا حبابي كما كتشوفوا جمعت سوال فيه قنطوني. ايوا هنا البنات بابا مشى يصلي وقلنا لماما يلا نضربوا بك دويره انتي والبنات. المهم مسكينه دابا غير تشم الهواء وصافي، ما خرجناش مسكينه شي خرجه، ان شاء الله الله يسهل عليا يا ربي ونشري شي طوموبيل ونبقى نخرج ماما. ايوا هادشي اللي كاين، كلشي قريب عند الله، الطوموبيل ساهله كلشي ساهل، غنطلبوا غير الصحه والسلامه، هادشي اللي كاين وراحه البال اهم من كلشي. المهم البنات شفنا ماما مسكينه على خير وما سخيتش بيهم، راجلي خلى الطاكسي خلاها غير عند واحد السيد شد ليه نص نهار وكيعرف الطاكسي، الطاكسي ديال مواليها يعني امانه، ولكن الطوموبيل كاريها حتى للصباح، يعني كان بامكانه نباتوا عندهم ولكن الصباح غيمشي يخدم هي و صافي. المهم ما عندنا ما نديرو، ما سخيناش بهم، جينا بالليل البنات صافي غادي نمشيو دابا للدار، نمشي نصايب سحوري ونبدل حويجاتي، وهنا غادي نودعكم ما سخيتش بكم وما تبخلوش علينا باللايكات.